اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخي الكريم وأختي الكريمة، البارح كنت بغيت نبدأ واحد الموضوع يتعلق دائما بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الحقيقة درت واحد المقدمة ويعني وما بغيتش ندخل في الموضوع لأن كنت غادي نبداه وما غنكملوش، فقلت مع راسي علاش لي ما نخليوش حتى اليوم، اليوم الخميس وغدا الجمعة إن شاء الله، نتبرك بذكر النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. وطبعا الإنسان المؤمن المحب للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يعني لا يمل من سماع يعني أخباره وشمائله وسيرته وأوصافه. عمرك تلقى شي واحد كيقول لك أنا عييت بارك عليا نشرب من الماء، شربت بزاف ديال الماء بارك صافي، نهائيا مستحيل. أو يقول لك بارك عليا من الأكل ما بقيتش غادي ناكل، مستحيل. يعني دائما نأكل، دائما نشرب، دائما نلبس، هذا للجسد. فالروح، روح المؤمن دائما مشتاقة، دائما عندها عطش، دائما فيها جوع يعني، ومشتاقة لسماع أخبار النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. فلذلك يعني كتلقى المسلمين يعني واحد العدد منهم يعني قرأوا السيرة يعني مرات ومرات، وكيبقى يقرأ السيرة حتى كيموت، يعني سامع دروس في السيرة ويبقى يسمع دروس في السيرة حتى يموت. علاش؟ لأنه يحب هذا النبي، فلا يمل من سماع أخباره ولا يمل يعني من سماع الكلام دياله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا اليوم بصراحة بغيت نتكلم على هذا الموضوع ديال إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغيبيات، إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغيبيات. قلنا بأنه الله تعالى يقول في محكم التنزيل عالم الغيب، اللي هو شكون؟ الله سبحانه جل في علاه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا. علم الغيب لا يطلعه الله تعالى على أي مكان، فلا يظهر على علمه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ونبينا عليه السلام من الناس اللي ارتضاهم الله تبارك وتعالى، ومن الرسل اللي ارتضاهم الله تبارك وتعالى، فأطلعهم على الغيبيات، بعض الغيبيات. وقلنا بأن في القرآن الكريم هذا الشيء كاين، يعني ماشي هو أول رسول وأول نبي يعني أطلعه الله على الغيبيات. مثلا ذكرنا سيدنا عيسى عليه السلام والآيات في سورة آل عمران، كيفاش أنه عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام يعني قال بنو إسرائيل بأنه رسول، وأيده الله تعالى بالمعجزات ديال أنه ينفخ في هيئة الطير فتصير طائرا بإذن الواحد الأحد، وأنه يعني أعطاه الله تعالى إبراء الأكماه والأبراص، وأعطاه الله تعالى إحياء الموتى، معجزات معجزات معجزات. وواحدة من المعجزات اللي أعطاه الله تبارك وتعالى تتعلق بالغيب، قال سيدنا عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم وإن كنتم مؤمنين. فأنا أعلم وأعرف هذيك الأمور اللي انتم مخبين في الدار ديالكم، عارف شنو عندكم في الدار، عارف شنو خازنين، عارف شنو عندكم، عارف شنو عندكم من الأكل، شنو حاطين في ديوركم، عارف شحال عندك ديال الأمور اللي مخبيها وما مطلع عليها حتى شي واحد، أنا نقولها لك. وهذه كانت معجزة من المعجزات ديال سيدنا عيسى عليه السلام، وهذا غيب، هذا غيب. نبي آخر وعدنا في القرآن الكريم مثلا سيدنا يوسف عليه السلام من يدخل السجن ظلما وعدوانا يعني، وكانوا معاه واحد زوجة الناس في السجن وشافوا رؤيا وقالوا لي بغيناك تأول لنا هذا الرؤيا. واحد قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وواحد قال بأنه أراني أسقي خمرة. فقبل ما يفسر لهم الرؤيا وقبل ما يأولها لهم
قال لهم لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي. فكيقول لهم بأنه شتي هذاك الأكل الذي سنأكل اليوم مثلا في الغداء أو في المساء أو هذاك الأكل الذي سوف نأكل غدا وخا مازال ما طابش وخا مازال ما يعني ما معروفش شنو غادي. فقول لهم أنا سأخبركم وسأنبئكم غدا شنو كاين أو هاد العشية شنو غادي يحطوا لنا في الأكل. من أطلع سيدنا يوسف على هذا الغيب؟ هذا غيب شي حاجة غائبة على الحواس، الله تعالى هو الذي يطلعه. فإذا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان له الحظ الأوفر والنصيب الأكبر في هذه المسألة هذه، فأخبر بغيبيات كبيرة. وقلنا بأن هذا الموضوع عنده علاقة بالعقيدة الإسلامية، ياك كنا بأن واحد من العلوم الإسلامية علم سميته علم العقيدة أو علم التوحيد أو علم أصول الدين. هذا علم العقيدة، هو ديك الأمور التي نعتقدها والتي نؤمن بها. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي جاء عنده سيدنا جبريل في الحديث المشهور والصحيح أنه قال لي أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. فالإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذا العلم الذي يدرس أركان الإسلام سميته علم الفقه وما يتعلق به. علم الفقه يدرس الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين. قال لي أخبرني عن الإيمان، قال لي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالعلم الذي يدرس الإيمان هو علم العقيدة، علم أصول الدين. وقلنا بأن العقيدة تتطرق لثلاثة ديال المواضيع، يعني ثلاثة ديال المواضيع كبيرة أو ثلاثة ديال المجالات. المجال الأول سميته الإلهيات، والمجال الثاني سميته النبوءات، والمجال الثالث سميته السمعيات. فالإلهيات هي ما يتعلق بالذات الإلهية، صفات الله تبارك وتعالى، الصفات الواجبة والصفات المستحيلة والصفات الجائزة وما يجب علينا يعني في الإيمان بالله تبارك وتعالى. وكين النبوءات تتعلق بالأنبياء، هاد الأنبياء شنو هي الصفات اللي فيهم، شنو هي الصفات الواجبة في الأنبياء. الصفات الواجبة في الأنبياء وشن هي الصفات المستحيلة في حق الأنبياء وشن هي الصفات الجائزة. وذكرنا بأن ابن عاشر رحمه الله تعالى في المنظومة دياله فاش تكلم على النبوءات تكلم قال بأن الأنبياء يعني عندهم صفات واجبة، يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبلغهم يحق. يعني أن الأنبياء أول صفة واجبة في حق الأنبياء هي الصدق، يستحيل يكون نبي ويكون كذاب. والأنبياء كلهم عندهم الأمانة، يستحيل يكون نبي خائن. إذن هاي صفة واجبة والضد ديالها صفة مستحيلة. الأنبياء يجب في حقهم التبليغ، يستحيل أن النبي يكون عنده شي علم ويكتم هذاك العلم، يستحيل تكون عنده شي حاجة ويكتمها متعلقة بالرسالة دياله بالشريعة دياله، مستحيل. إذن التبليغ واجب في حقهم عليهم السلام، فيستحيل الكتمان في حقهم. وكان صفة جائزة طبعا هي أنه يجوز في حقهم كل عراض ليس مؤديا لنقص كالمرض. النبي يمرض كسائر البشر، النبي يتزوج كسائر البشر، النبي يمشي في الأسواق كسائر البشر، كيعيش حياته عادية كسائر البشر ولكن عنده خصوصيات. وعاد كاين المجال الثالث وهو مجال السمعيات، وما يتعلق بهذيك الامور الغيبيه التي نؤمن بها وما عندناش شي طريق يعني لندرك حقيقتها ولنصدق بها الا النقل، جاتنا في القران وجاتنا في الاحاديث الصحيحه. مثلا القبر، عالم البرزخ، منكر ونكير غادي يجي وغادي يسولوا
هذا الشيء منين جبنا أحاديث وآيات هذا الشيء نؤمن به سمعيات سمعناه ما يمكنش غادي نشوفوه في الدنيا وغادي نعرفوه. نؤمن بالملائكة كاين الملائكة شفناها ما شفناهاش ولكن آمنا بها سمعيات. نؤمن بالجنة وبالنار بأنهم مخلوقين وكاينين شفناها ما شفناهاش ولكن نؤمن سمعنا. نؤمن بالعرش نؤمن بالكرسي نؤمن بهذه الأمور كلها الغيبية فهذا داخل في السمعيات. إذن احنا بغينا نتكلموا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فحديثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو جزء من حديثنا عن العقيدة. احنا كنا نتكلموا على واحد الأصل من أصول الدين ماشي طرف ماشي يعني كنا نتكلموا على واحد الحاجة اللي شي حاجة مهمة جدا في الدين خصنا نعرفوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى في محكم التنزيل يقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فمن الواجبات على الإنسان المسلم أن يعرف سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه واحدة من الواجبات أمور اللي واجبة علينا أننا نعرفه. فواحدة من الأمور اللي نعرفه على سيدنا محمد أن الله تعالى أطلعه على بعض الغيبيات فأخبر أمته بها. فأشنو بالك أخي الكريم أختي الكريمة أخبرك ببعض الأمور الغيبية اللي تتنبأ بها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحنا كنشوفوها في الدنيا. يعني أمور قال بأنها غتوقع في الدنيا وشفنا بأنها وقعت وداك شي اللي قال لنا بأنه غادي يوقع وخا ما شفناش فنحن نصدق لأن شفنا أصلا الشي اللي وقع لحد الآن. فداك شي الذي أخبرنا بأنه سيقع فسوف يقع وخا ما زال ما وقعش. أحداث عجيبة جدا تنبأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله أخبر بها الصحابة وقال لهم راه غادي يوقع غادي يوقع غادي يوقع. وهذا الشيء مبثوث في الكتب عند العلماء الحفاظ وهذا يزيد المسلم ويزيد المؤمن إيمانا ويقينا بهذا النبي العظيم الكريم عليه من ربي أفضل الصلوات وأزكى التسليم. نأخذ فصل قصير يا كرام ثم نلتقي بعد مباشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ستقع من هذه اللحظة إلى قيام الساعة صدق بدأت يعود التفاصيل توقع كذا كذا في البلاصة وهذه البلاصة غيوقع فيها كذا وتنبأ بمجموعة من التنبؤات العظيمة جدا ومشي تنبؤات يعني لا هذا غيب الله تعالى أطلعه عليه وأخبره به. فكيقول سيدنا حذيفة فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. كي اللي عقل كي اللي ما عقلش قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء فأعرفه فأذكره كما أذكر كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. سيدنا حذيفة يقول لك كتوقع أحداث من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا كتوقع أحداث فملي كيوقع هذاك الحدث تنقول هذه هي اللي قال لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم راه هذه اللي كنا سمعنا عنده تنبؤات أخبار أخبارهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرف الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. من أطلع النبي على هذه الأمور؟ الله جل في علاه الله سبحانه وتعالى. ثم تقول سيدنا حذيفة ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. حدثتم حتى على هذه الفتن اللي غادي توقع في تاريخ المسلمين وهذه الأحداث العظيمة وذلك الاقتتال اللي غادي يكون وهذه الفرق اللي غادي تبان في المسلمين والمسائل اللي كانت في تاريخ المسلمين حدثهم بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطاهم الأسماء ديال الناس اللي غيتزعموا هاد الفتن. حتى
تحدث على كيفاش ان الامه ديالو غادي سوف تفترق وغتظهر فيها الفرق ومجموعه من الاشياء. فسيدنا حذيفه يتساءل تيقول واش الناس اللي كانوا جالسين مع سيدنا محمد واش نساو او تناسوا او ان الله تعالى نساهم داكشي؟ انا مازال عقل بالاشياء اللي عطى الله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لسيدنا حذيفه، اعطاه الاسماء ديال المنافقين، فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق. وكان تيجي عنده سيدنا عمر في الخلافه كيقول لي امنافق انا؟ ياك متى انا من هذوك الناس اللي ذكر لك النبي عليه الصلاه والسلام بانهم منافقين؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني لم يترك شيئا إلا وأخبر أصحابه به. شي مرة في شي حديث كيقول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا حديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم، يعني تنبأ بأنه غادي تكون أمور. وفعلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني بدأت المعارك وبدأت الحروب وبدأت الفتن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الله تعالى أعطاها بيلي الأرض كاملة، كيشوف الأرض كاملة في لقطة واحدة، كيشوف شرق الأرض وغرب الأرض وشمال الأرض وجنوب الأرض، كيشوف الأرض كلها فحل قدامه واحد الشاشة. ثم قال وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. داكشي كل اللي شفت أنا في الأرض سيصل ديني وستصل أمتي إلى ذلك المكان. وفعلا انتشر الإسلام في الأرض. قل لي شي بقعة في الأرض اليوم ما فيهاش المسلمين؟ شي بقعة في الأرض ما فيهاش المسلمين؟ ما كاينش. العالم كامل فيما مشيتي كاين المسلمين، كاين المساجد في شي بلايص أخي الكريم أختي الكريمة تقول مستحيل يكون فيها الإسلام. كاين مسلمين وكاين مساجد ويرفع فيها الأذان في القارات الخمس كاملين. انتشر الإسلام، الإسلام وصل لجميع البقاع وجميع الأصقاع. في الشمال ديال الكرة الأرضية غتلقى المسلمين، في جنوبها تلقى المسلمين، في شرقها في غربها في ما مشيتي غتلقى المسلمين. من أقصى الهند إلى أقصى المغرب، الجنوب الشمال فيما مشيتي أطلقك الإسلام. من الأمور التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دار واحد النبوءة عجيبة جدا لأهل المغرب. في الحديث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. هذه واحدة من النبوءات المتعلقة بالمغرب، إن بعض العلماء فسروا بأن أهل الغرب يعني المغاربة، الناس اللي جوا هنا في هذه المنطقة من الكرة الأرضية. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. نبوءات كثيرة. واحدة من النبوءات العجيبة جدا أنه في يوم من الأيام
وقف على جبل أحد وكان مع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، فالجبل اهتز وارتجف، اهتز طربا وفرحا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. شوف الكلام العجيب، أحد، أحد جبل، الناس اللي مشاو أدوا المناسك ديال العمرة أو الحج راه كيزوروا جبل أحد اللي كانت فيه معركة أحد، واللي فيه المقام ديال سيدنا حمزة والشهداء اللي ماتوا في أحد. فكيقول أحد جبل يحبنا ونحبه. فالجبل اللي احنا نعتقد بأنه جماد ونعتقد أنه لا حياة فيه، سيدنا محمد كيقول لك لا، راه فيه الحياة. والجبل عنده مشاعر وعنده عواطف حتى هو يحب، وهذا الجبل راه يحبني وأنا أبادله الحب بالحب. تخيل الجمادات، الجمادات تحب سيدنا محمد. كاين شي حاجة جامدة في هذا الكون، ياك حنا في القناعة ديالنا وفي الإيمان ديالنا، حنا اللي كنقراو القرآن وكنآمنوا بالقرآن، ما كاينش شي حاجة ميتة في الكون، كل شيء فيه الحياة وكل شيء في حركة وكل في فلك يسبح. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والناس اللي كتكلم اليوم في علم الطاقة يعني كيتكلموا بأن كل شيء عبارة عن ذرات، كل شيء عبارة عن طاقة. ممكن نتكلم على ذرة، راني كنتكلم على نواة، وكنتكلم على إلكترونات تطوف حول النواة. إذن كل شيء فيه حركة. وهذه الإشارة هذه كاينة في سورة الكهف. في سورة الكهف الله تبارك وتعالى كيقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. أو قبل منها: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، هذا هو الشاهد، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هذا هو الشاهد، يريد الجدار، يريد الله تعالى نسب الإرادة للجدار، يعني أن الجدار هو جدار جماد، أنا بالنسبة لي جماد، ولكن الله تعالى ما تقول جماد، سيدي ربي تقول لك أراد، يريد أن ينقض فأقامه. إذن نسب الإرادة للجدار، إذا الجدار في حياة، تهو يحب ويبغض، وتهو يريد وتهو لا يريد. فهو وقف جبل أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الجبل اهتز وارتجف، وطبعا هذا الشيء كله طربا وفرحا وسرورا بسيد ولد آدم عليه السلام. فكيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، أثبت، خليك في بلاستك ما تحركش، أثبت أحد، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدا. فشاءت الحكمة الإلهية والقدرة الإلهية أنه فعلا سيدنا أبو بكر غادي يموت موتة طبيعية، غادي يموت عادي، لم يقتل. وسيدنا عثمان وسيدنا عمر غادي يموتوا مقتولين، غادي يكونوا شهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا يعني قبل الوفاة ديالهم وقبل الشهادة، يعني بسنوات، بعشرات السنين
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله حبيبك وخليلك وصفيك ودليلك الذي خصصته بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وشفعته في من صلى عليه في الدار الآخرة وقلت في حقه إجلالا وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج ويستسقى الغمام بوجهه الشريف على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أخي الكريم أختي الكريمة، نواصل دائما حديثنا مع وعن سيدنا وسندنا ومولانا محمد الشفيع المشفع، نتحدث عنه اليوم ونتحدث عن جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمتعلق بإطلاع الله تعالى له عن مجموعة من الغيبيات، أمور كثيرة يعني تنبأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأطلعه الله تعالى عليها، يعني واحد العدد من الوقائع واحد العدد من الأحاديث الصحيحة تذكر مجموعة من الأمور تنبأ بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقعت ووقعت وما زال داكش اللي يتنبأ به سيقع. وهذا من عقيدتنا، قلنا احنا ملي كنتكلموا هذا يعني هذا ماشي موضوع زعما جانبي او موضوع هامشي، لا هذا موضوع في صميم العقيدة. يعني إذا نتكلموا على سيدنا محمد نتكلم عن العقيدة، كنتكلموا في الجزء المخصص للنبوءات، فمن الأمور اللي نحن نؤمن بها في سيدنا محمد وفي جميع الأنبياء أنهم صادقين، فملي كيقول لي شي حاجة أنا صادق، راه صادق راه ما غيكذبش عليا، وأنا أؤمن بأنه مبلغ يستحيل أن يكتم شيء، يعني غادي ينفعنا احنا في 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 ديننا ودنيانا واخرتنا ويعرفه صلى الله عليه وسلم يستحيل ان ينكر ان يعني ان يكتمه، وهكذا الانبياء كاملين. فاذا احنا هذا موضوع يعني يتعلق بالعقيده، يعني الواحد ما يقولش هذا موضوع هامشي موضوع باش غادي ينفعني، لا لا هذا هو الدين، وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو الدين، بل كل واحد فينا ملي غادي يخرج من الدنيا مازال كيتسنى واحد الامتحان، شتي ملي غنخرجوا من الدنيا باقي عندنا واحد الامتحان كيتسالنا كيتسنانا، شنو هو الامتحان؟ الامتحان هو سؤال منكر ونكير في القبر، وهذا الامتحان كاين واحد الثلث ديال المواد اللي غادي نمتحنوا فيها تتعلق بسيدنا محمد. اذا سنسال عن من ربك، السؤال الثاني ما دينك، السؤال الثالث ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. في الأحاديث أن اللي ما عرفش سيدنا محمد واللي ما عندوش علاقة بسيدنا محمد من غير تسأل هذا السؤال هذا واللي ما على بالوش سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني فغيبدي يقول ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم ما غاديش يلقى الجواب، انه كان غافل ما كانش عارف ما كانش مهتم، بخلاف الانسان المؤمن غيقول داكشي اللي كيعرف، يقول سيدنا محمد الله يودي صادق امين هو رسولنا هو منقذنا اخرجنا الله تعالى به من الظلمات الى النور وحببناه واطعناه ونطمع في شفاعته. فاذا معرفه هذا النبي عليه الصلاه والسلام هذا من صميم الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنبأ وأخبر بأن كاين أمور سوف تقع في الدنيا دي، كانت كلمة على الدنيا من الآخرة، أخبر بديك الأمور دي الآخرة هي فشي أمور اللي احنا غنشوفوها واللي شفناه وغنشوفه مازال. مثلا
كلنا كنعرفوا بأن في لحظات الاحتضار في المرض الأخير اللي مرض فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني دخلت السيدة فاطمة، وكان من عادته عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى السلام أنه ملي كتدخل لالة فاطمة الزهراء عليه السلام يقف ويقبلها على جبينها إكراما لها وحبا لها، كان يحبها حبا شديدا. فآخر مرة غادي يشوف لالة فاطمة الزهراء ملي دخلت موقفش، مجرد شافته بأنه موقفش بدأت تبكي. علاش؟ حست بأن سيدنا محمد راه وصلت فيه يعني واحد المبلغ، مادام أنه موقفش إذن راه ما قادرش يوقف، إذن راه الحالة صعبة. فتحنت عليه وسلمت عليه وهي تبكي، فقال لها أدن مني يا فاطمة، فدنت منه فقال لها إني ميت الليلة، اليوم غادي يجي مول الأمانة يدي أمانته، اليوم ستفارق الروح هذا الجسد، راني ميت. فبدأت تبكي واحد البكاء هستيري، بكاء شديد، بكاء 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 بكاء. فرحمة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شافها كتبكي ذاك البكاء الشديد، وكتقول لي واه كرباه يا أبتاه، تيقول لها لا كرب على أبيك بعد اليوم، ما بقاش الكرب، لا كرب على أبيك بعد اليوم. الكرب كان في الدنيا، عند الله تعالى ما كاينش الكروب، كاين الأفراح. ثم قال لها أدن مني يا فاطمة، فقربت منه وهو يوشوش لها في ودنها، فبدأت كتضحك وبدأت تبتسم وسكتت وهدأت. فكتسولها أمنا عائشة كتقول لها شنو قال لك في ودنك ملي تحنيتي عنده المرة الثانية؟ قالت لها المرة الأولى كيقول لي راني غادي نموت هاد الليلة، والمرة الثانية قال لي أنت أول أهلي لحوقا بي، أنت اللي غادي تموتي مباشرة بعدي، غادي تلتحقي بي إن شاء الله، ما غدوزيش بزاف مرايا. وكان فعلا داكشي اللي قال، هاد النبوءة صدقت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين الوفاة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبين لالة فاطمة الزهراء 6 شهور، وفعلا كانت أول أهله لحوقا به. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيجيو عنده الصحابة في معركة من المعارك، في غزوة من الغزوات، وكيبداو يمدحوا ليه واحد الرجل، هذا اسمه قزمان، بداو كيشكروا يا رسول الله، كنت شوف الشجاعة ديالو، راه يا رسول الله راه ما كيخافش، يا رسول الله راه شجاع، يا رسول الله راه يدافع عنا، يا رسول الله يا كذا. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيسمع لهم وخلهم تسألوا، وقال لهم هو من أهل النار. الصحابة ما تدخلش لمدمام، وكيفاش دابا هذا مجاهد في المعركة وكتقول لنا يا رسول الله هو من أهل النار؟ تقول لهم هو من أهل النار. سالت المعركة، أش غادي يلقاو؟ غيلقاو بأن قزمان أصيب بجراح بليغة ولم يتحمل تلك الآلام، فغرز السيف في الأرض ونعس على ذاك السيف فمات منتحرا، هو من أهل النار وكان من المنافقين، وكان يقاتل حمية، حمية الجاهلية، ما كانش يقاتل، ما كانش كيبذل ذاك المجهود لتكون كلمة الله هي العليا، ما كانش كيقاتل باش يجيب، لا كان يقاتل باش يقولوا الناس راه شجاع وبأنه فاعل وبأنه ترك وصافي، خليك انت هنايا، بغيتي الدنيا خليك في الدنيا. وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أهل النار. وشي مرة كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، سيدنا أبو هريرة وسيدنا سمورة بن جندب وسيدنا حذيفة بن اليمن، وكانوا معهم بعض الناس بعض الصحابة،
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم آخركم موتا في النار، آخركم موتا في النار. شوف كبار الصحابة، أبو هريرة، وما أدرك ما أبو هريرة، سيدنا حذيفة بن اليمن أمين السر، سيدنا سمرة بن جندب من كبار الصحابة، وتيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم آخركم موتا في النار. الحماق هذا. أشنو وقع؟ سيدنا سمرة بن جندب آخر واحد غادي يموت، فهذا ثلاثة هذا، مات سيدنا أبو هريرة، مات سيدنا حذيفة، آخرهم موتا سمرة بن جندب، سيموت حريقا، غادي يموت فواحد الحريق، مات محترقا. ففهموا الصحابة بأن القصد ديال النبي عليه الصلاة والسلام آخركم موتا في النار، يعني آخر واحد فيكم اللي غادي يموت، هاد الثلاثة غادي يموت في حريق، ماشي نار الآخر، نار الدنيا. شي مرات أخي الكريم أختي الكريم، وهذا في الحقيقة يعني الواحد يجب أن يجالس العلماء ولا يكتفي، اليوم كاين المعلومة موجودة بشكل كبير والانترنت وكذا، فالواحد ما يكتفيش بأنه غير يقرأ، لا، خاصك جلسة العلماء باش تعلم، ويعني كاين شي أمور اللي ما يمكنش الإنسان من تلقاء نفسه يفهمها. مثلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شي مرة كتروا عليه الناس بالأسئلة، فقال لهم اسألوا ما بدا لكم، يلا بغيتوا تسولوا، يلا اللي عنده شي سؤال يسول. فواحد يقول لي من أبي، كانوا يتهمونه يعني بأنه ماشي ولد باه اللي كذا كذا، فتيقول من أبي، فقال لي باك هو فلان، شي واحد سول شي حاجة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم غضبان. فكانوا الصحابة يسألون شي أسئلة شي مرات، وخصوصا بعض الناس اللي كيكونوا، فواحد من الصحابة قال يا رسول الله أين أبي؟ أباه كان مات في الجاهلية، كان من المشركين، أين أبي؟ قال لي أبوك في النار، أبوك في النار. الرجل اللي سمع أبوك في النار ما سهلاش، كلمة ما سهلاش، وشكون قال الصادق المصدوق. فملي شافوا النبي عليه الصلاة والسلام في حل السيد، يعني نزلت عليه الكلمة كالصاعقة وصدماته، بغى يخفف عليه ويقول لي أبي وأبوك في النار. المصيبة إذا عمت هانت، أبي وأبوك في النار. واحد كيقرأ هذا الحديث هذا في الانترنت، أبي وأبوك في النار، والحديث يعني في الصحيحين، يعني ماشي شي حديث ضعيف ولا كذا. فكيجيت يقول لنا راه الأب ديال سيدنا محمد عليه السلام في النار، علاش؟ لأنه مات في الجاهلية كان مشرك. يا سيدنا على الشيطان، لا تتسرع، لا تتسرع. وللأسف هذا الكلام يعني يقال في يعني والناس تؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أن تشعر. واحد كتجيك تقول له أبوك في النار أمك في النار، راه تؤذيه، لكن إحنا بشر، فما بالك لكن هذا الإنسان سيد البشر وتؤذيه وتقول له أبوك في النار. قلت لا، راه هو قال يا سيدي وافهم. العرب، العرب أخي الكريم أختي الكريمة، عنده واحد جوج الكلمات، كتقول الأب وكتقول الوالد، ياك؟ كي الأب وكي الوالد. فالعرب إلا قالك الوالد، كلمة الوالد، فالمقصود به هو ذاك الأب البيولوجي، يعني هذاك اللي ولدك، اللي انت من صلبه، من لحمه ودمه، هذا كيتسمى الوالد. إلا قالوا كلمة الأب، يقدر يكون المقصود منها باك اللي هو أنت من صلبه، ويقدر يكون مقصود بها عمك مثلا، بدليل أن سيدنا يعقوب فجته الوفاة قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فأولاد سيدنا يعقوب قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أباهم يعقوب، جدهم إسحاق، وجد جدهم إبراهيم. فإسماعيل هو عمهم، ولكن قالوا آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فالعرب تطلق لفظة الأب على العم. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ملي كيقول أبي وأبوك في النار يقصد عمه أبو لهب فقط، باختصار شديد أبو لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ففي هذا الحديث هذا قال لهم آخركم موتا في النار، تبادر إلى ذهنهم فهذه اللحظة قالوا ياك من اللي غادي يموت الله يسر سيموت على سوء الخاتمة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد شيئا آخر، كان يقصد بأن اللي غادي يموت فيهم الأخر غادي يموت في حريق. نأخذ فصل قصير ثم نلتقي بعده مباشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إذن أخي الكريم أختي الكريمة، كالموضوع اليوم حول يعني تنبؤ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإخباره بمجموعة من الأمور الغيبية أخبر بها الصحابة أطلعه الله سبحانه جل في علا عليها. ذكرنا مجموعة من الحوادث وذلك شيء يعني كثير كثير جدا، هذه نقطة من بحر، نقطة من بحر. مثلا واحد الواقعة كنعرفوها جميعا، وهي أنه في معركة من المعارك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تيقول الصحابة تيقول لهم رهمات حنظلة بن عامر الأنصاري ورأيت الملائكة تغسله. هذا واحد الأمر اللي هو غيبي، رأيت الملائكة تغسله. اسألوا زوجه، سيروا عند مرته سولوه، سيروا عند مرته سولوها. فذهبوا إلى زوجه يعني من بعد تسولوها، فكتعود لهم القصة، كتقول لهم بأن زوجي كان جنوبا، فملي سمع المنادي ينادي بأن ركينا معركة قال إلا جلست نغتسل أيضيع الوقت، غادي يمشيوا الناس غادي يسبقوني، توكل على الله نخرج وخا على جنابة. فخرج، فملي خرج كتب الله تعالى وقدر الله تعالى أن يموت شهيدا في هذه المعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشوف الملائكة جاية تغسله، فالصحابة كيقولوا ملي مشاو شافوه ووجدنا رأسه يقطر ماء، وجدنا رأسه يقطر ماء. وهذه طبعا هذه أمور يعني خارقة للعادة. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة وكيقول لهم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، عندكم نموت وترجعوا كفار، عندكم تسمعوا بأنني مت وترجعوا للجاهلية، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس في شبه الجزيرة العربية اللي سلموا ملي سمعوا بأن النبي عليه السلام توفي خرجوا من الدين. وكيفاش خرجوا من الدين؟ ماشي قالوا ما نصلي، لا، أبوا أن يعطوا الزكاة،
قالوا احنا الدين هذا نصليو ماشي اشكال، ولكن باش نبداو نعطيو الاموال ديالنا نعطيوها ليكم مستحيل. فسيدنا ابو بكر الصديق شن عليهم حروب الردة، فبدات كترتد القبائل ديال المسلمين اللي كانوا مسلمين، فبداوا يخرجون من الدين. فكانت هذيك الحروب التي تسمى بحروب الردة، والنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بها، تنبأ بأنه غادي تكون يعني غادي يرجعوا بعد الإيمان سيعودون كفارا. وتنبأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه في جزيرة العرب يعني بأنه غادي سيعودون إلى الشرك، وفعلا واحد العدد منهم من القبائل يعني بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عادت إلى الشرك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. فإذن هي نبوءات وهي أخبار غيبية أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقعت في أرض الواقع والوقت لا يسمح. وإلا راكين أحاديث عجيبة جدا على شيء أمور اللي كنشوفها اليوم في حياتنا اليومية الآن، تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، تنبأ بأنه غادي تكون السيارات، وتنبأ بأنه غادي يكون البترول، وتنبأ بأنه غادي تكون هاد الأجهزة وشي أمور في التكنولوجيا وشي أمور في الاقتصاد وشي أمور في الحياة الاجتماعية، مجموعة من الأمور الغيبية أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها ستقع في أمته ولأمته، ووقعت ومازال العطية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بمحبة هذا النبي، وأن يرزقنا تصديقه وتعظيمه واتباعه وطاعته، وأن يرزقنا شفاعته إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. شكرا لك خديجة الطهري كنت معنا في الهندسة الصوتية، شكرا لأحمد الفلاحي كان في الإخراج وتنسيق الفقرات، كان معكم من وراء الميديا عبد المجيد أمزال. لا تنسونا من صالح الدعوات، والسلام عليكم والرحمة والبركات.